نورين، امتى بدأتي تاخدي بالك من حمزة وامتى اكتشفت ان هو عنده توحد؟ اوكي، انا لما حمزة يعني مامته اكتشفت ان هو عنده توحد كان تقريبا عمره هو ونورين سنة وسبع شهور، هما فرق بينهم اسبوع. فكان بالنسبة لي الكلمة عنده توحد، اوكي يعني ايه عنده توحد؟ انا اتفرجت على فيلم تقريبا عن حد عنده توحد بس مش فاهمة اي حاجة، لان حمزة كان كمان قدامي طول النهار، فانا مش فاهمة هو ماله، يعني ما هو كويس مختلف عن نورين في حاجات، بس انا اصلا مش فاهمة قوي يعني هو السن ده المفروض يعمل اكتر من كده. هو بيروح نيرسري بيجي بعد كده اليومنا طبيعي، فما فيش حاجة انا مش فاهماها قوي المفروض يكون بيعمل ايه حاليا، يعني ازاي الولد عنده سنة وسبع شهور تعرفي ان هو مختلف؟ فكان بالنسبة لي لا، هو انا ما ينفعش ابقى كده، ما ينفعش ابقى بتفرج وانا مش فاهمه حاجه، مش هعمل كده في نفسي ولا في ابدا، لازم يكون في حد في العيله يعرف يتعامل معاه. يعني هو مامته قرت وعرفت وتوصلت للتشخيص ده بدري الحمد لله، فانا لازم يكون في حد كمان بيساعد ان هو يبقى متفهم الطفل اكتر، يبقى بيعرف يشرح للناس هو مثلا بيمر بنوبه غضب، هو دلوقتي مش هيقدر يسمعك، دلوقتي هو مش قادر جهازه العصبي او جهازه الحسي مش قادر يستوعب دلوقتي اللي انت بتقوله له، فخليه بس لما يهدى بعد كده نبتدي نتكلم معاه. كل الحاجات دي كان لازم اعرفها عشان يعني اعرف استوعب حمزه في اول ما عرفنا ان هو يعني ايه توحد او هو ايه التوحد. طيب ده خلينا نعرف ايه هو التوحد عشان في بعض الناس ما تعرفش كل المعلومات، ف يعني قوليلي كده اول ما بداتي تقري وتكتسبي معلومات اكتشفتي ايه؟ التوحد باختصار هو حاجه يعني هو اسمه اضطراب عصبي نمائي. يعني ايه عصبي نمائي؟ يعني هو اضطراب في النمو العصبي للمخ، يعني ال 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 في مراحل تطور نمو متعارف عليها مكتوبة في الكتب، ان هو من سن ست شهور مفروض تكلميه يبصلك او تحكي له يتحكلك، بعد كده المفروض يكون من سن سنة يبتدي يبقى عارف، يبقى عنده حصيلة لغوية حوالي، انا بقول يعني مش معلومات دي مش اكيد، يعني 20 كلمة يعرف يقول مثلا عايز ايه بابا ماما الحاجات دي، سن سنتين يكون جملة من كلمتين. الحاجات دي المراحل التطور النمو دي عند الاطفال اللي عندها توحد فيها خلل او فيها لخبطه، دي المقاييس المتعارف عليها اللي حاطينها لمراحل تطور نمو الطفل. فالتوحد بيبقى عندهم مشكله في التطور النمو، فبيأثر على ايه بقى؟ بيأثر على الكلام، في اولاد بتتكلم في سن معين، في اولاد ما بتتكلمش في سن، يعني حمزه لسه مش بيتكلم هو عنده 10 سنين. بتأثر على القدرات اللي مش الحركيه بس، في حاجه اسمها القدرات الحسيه، احساسك بجسمك. انت حكيتي لي قبل البرنامج ان في حد كان بيقول لك لو هو بيحل امتحان سمع صوت فهو خلاص فقد تركيزه. هم بيبقوا جهازهم الحسي مختلف جدا عن جهازنا احنا، فطريقه الاصوات اللي داخله لهم، احساسهم بجسمهم لو ديتي مسكتيهم، لو هو دي مسكك، ان هو يبقى في حاجه اسمها كوردينيشن هي اسمه تآزر، التآزر البصري مثلا الايد مع العين، الرجل مع الايد، كل الحاجات دي بيبقى فيها عندهم فيها صعوبات.